أهلا بكم من جديد. وكان ضيفي يوم السبت 24 يونيو قبل العيد الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وكنا نتحدث عن أسئلة غير تقليدية حول فلسفة مشاعر الحج. ما هي الفلسفة؟ إيه الأفكار؟ لماذا شرع الله ولماذا أمرنا الله بكل هذه المشاعر في الحج؟ وطبعا اقتطع الكلام من سياقه وعشنا هذه الحالة من الضوضاء المزعجة جدا. وقفت هنا أمام أمر مهم جدا، ليس فقط الاجتزاء ولكن فكرة كيف تجرؤون أو كيف تجرؤين أن تسألي هذه الأسئلة، وإنه هذه الأسئلة قد تثير من البلبلة وقد تثير من الجدل ما نحن في غنى عنه، وأن هذه أسئلة عبثية وأن هذه أسئلة هي في باطنها سم قاتل، وأنه ما فيش شباب بيفكر ولا بيسأل الأسئلة دي. أنت جبتي الأسئلة دي منين؟ وما ينفعش نسأل الأسئلة دي يا جماعة. يعني ربنا ادانا عقل كي نفكر وكي نسأل ونأتي بالمتخصصين ليجيبوا. ما نخافش من السؤال، نخاف من إغلاق الباب أمام الاجتهاد، نخاف من الأمر دون أن نعمل العقل. هنا إحنا ممكن نفقد جيل كامل من الشباب اللي لو قال لنا ليه وإزاي نقول له اسمع الكلام ولا تسأل، أنت تسمع الكلام وتجيب فقط. فأنا يعني الحقيقة بستعين مرة أخرى بالدكتور أسامة رسلان كي أسأله النهاردة، هل في أسئلة ممنوعة في الإسلام يا دكتور؟ مساء الخير. مساء النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. بالتأكيد ما فيش سؤال ممنوع. طب جبت الحكم ده منين؟ ده حكم قاطع قوي جازم جدا، ده صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ورد في السنة النبوية وزي ما وصلنا في الكتب الموثقة أنه مثلا من الأمثلة، دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في حضرة رجال في حضرة نساء وتسأله في أدق خصوصيات المرأة، لم تتحرج، ما قالتش لا هو ما ينفعش أسأل، النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لي، طب أنا هستنى لما أسأل إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، وده تعليم لينا إحنا ما نخافش من حاجة. طيب مثال أقوى من كده، لما واحد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ما معناه، يعني والله أنا مقتنع بالإسلام بس عندي مشكلة بس في الجواز، يعني بس أنا عايز رخصة في الزنا، يعني رخص لي رسول الله في الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش أقيموا عليه الحد ولا هاتوا سيف اقطعوا رقبته، رغم أنه بعض الصحابة كان يحتد لما يسمع كلام زي كده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجه الرحيم يهدئ الصحابة ويقول للراجل وياخده بكلام عقلاني جدا، يقول له أترضاه لأمك؟ فالراجل يقول لا بصراحة مرضاش أن أمي تبقى كده، فيقولوا كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لبنتك؟ أترضاه لزوجك؟ إلى آخره. فلا، وحد تاني عايز يجي النبي صلى الله عليه وسلم هو عاجبه الدين بس إلا الصلاة، يعني بس اعفيني من الصلاة أنا ممكن أعمل كل الحاجات التانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو لا ينهر ولا يقهر، لا إحنا بنستقبل أي سؤال أيا كان، مرحبا بكل سؤال ما دام توفر فيه خصلتين أساسيتين. الأولى حسن النية في السؤال، هو مش جاي متربص، مش جاي عايز يتصيد، في حسن النية. السؤال الخصلة الأخرى اللي هي إيه؟ ما اتفق عليه العلماء في القديم والحديث، سل تعلما ولا تسل تعنتا. بالزبط. انت جاي تتعلم مش جاي تتصيد للناس او تتربص بالناس او توقع الناس في الغلط وتمسك عليهم حاجة.